أنا حنيفة، فتاة تحب الظهور في أماكن العامة. اليوم أود أن أعوكم لمرافقتي كرئيسة الجلسة في هذه المحاضرة. إنها الساعة 8 تقريبا، فلنستعد أولا ولا ننسى النظارة لجعلها أكثر جمالا. هذه المرة كان معي رافلي أندري. حسناً، للوصول إلى هذه النقطة قد مررت بالكثير، بدءاً من كوني مشرفة في الحفلات الصغيرة في المدرسة إلى الحفلات الكبيرة على المستوى القالم، بل مع الفنانين الوطنيين. إذن من هي فنانه؟ لذلك تعال أيها المشاهد، هذه لمحة من رحلتي. كنت رئيسة الجلسة للمراسم اللواء يوم الاثنين. حسناً، عادة استقبلت مدرستي معهد محمديه كومان بدنغ بانجنغ زيارة عديدة من مدارس المتنوعة، وغالباً أشارت إلى المدرسة للترحيب بهؤلاء الضيوف. فهذا هو في حفلة التسليم المساعدة من ولي المدينة بدنغ بانجنغ. كنت رئيسة الجلسة لحفلة اليوم الوطني للطلاب المعهد سنة 2021، وعلى مستوى الأقاليم أصبحت رئيسة الجلسة في برنامج مسابقة تلاوة القرآن على مستوى محافظة سومطرة الغربية. هذا شيء يعجبني. كنت رئيسة الجلسة في برنامج سفري دعوية الأستاذة أوكي ستيانا ديوي. والحمد لله من كل هذه الرحلات أن أكون واثقا بالنفس، حتى إني قد نجحت في المسابقة على المستوى المدرسة والمدينة. قد نجحت مسابقة فهم القرآن سنة 2022 على مستوى بدنغ بانجنغ الشرقية، وشاركت أيضا في إنشاء مجلة شرداس في المدرسة، وهذا العام أن أكون رئيستها إن شاء الله. سأخبركم عن هذه المجلة. شكرا على مساعدتكم. إلى اللقاء في أيام القادمة.